زين لا ما بقاو نعاون نمشيو حنا نديرو هاد العذاب راه شفتو الطاكسي ندخلو ليها ولا ندخلو على رجلين يعني دابا سبتو كنا ناكلو عليها العزه الشي ديالنا عطيونا خلونا ندخلو من الاخر حلوا لنا الحوض انا رزقنا حنا ما باغين والو الله يسهل عليكم اخونا حل المال بحال بلادنا سليم خصنا ندخلو لها انا ترى خويا تحيه الناس انا ترى ديديكاس حلاله فامو فامو لي بسل جرين فويس تحيه جرين ما كيزاو السلاوين حراقه راهما راهما ولاد البلاد اخويا الله يدير شي تشاول شنو جيتو ديروا هنا نحرقوا خويا جينا نديروا باغي نمشي وكلشي باغي يمشي واش ما مشيتوش واش ديتو الطريق شنو وا خويا مبلبله شويه انا طقرطاس كدا شي تيري وانت عارف مخزن السكرتي تما العصاو حضرتو نتوما البارح داك حضرنا كنا شم حنايا الربعه كنا نطردو كنا نطردو الباب والو عياو معانا ما خلاوناش شابكه شويه مخزن تما رونوا مازال مغاربه شويه ماشي دواوش معاكم ديالهم لي هما اللي دارو لنا الكانار كامل هجموا عليه هجموا على السبته هما اللي تنوضوا لنا الصداع كامل دوي كمل معاك دخلوا لنا العسكر العسكر ديال السباليون كامل معايا الرئيس قال لك كان في اشبيليا ديك النهار اللي دخلوا فيه حتى الغد اللي ما بغينا ندخلوا مشينا البارح بغينا ندخلوا شماك والو قالك العسكر طالق عليهم غازات مسيلي الدموع شحال من ولد دربنا شماك كان ولد درب حنا راه ولاد كازا حنا ولاد البرنوس بحال هي بحال هنا كاين الموت حنايا ولو البارح حنا يومين حنا كنريسكي والو احنا يومين بيتا في الزنقه العذاب راك تعارف الريس كي داير احنا كبرنا بالعذاب وزيدين في العذاب دابا كاين والو باش رجعتوا من الفنيدق لطنجه شكون اللي رجع خويا حنايا باش رجلينا 60 كيلومتر على رجلينا طوب انا من كافتيا خوت تشل تشيطوان تشيطوان شدينا طاكسي طاكسي وصلنا شنينا حتى المحطه وحنا راجعين لكازا العودة من جديد مرة أخرى إن شاء الله في شي ضرب الألمان الألمان عودة كاكا أنا ترى عود فاطمة والوليد أدعي معايا الله يدير شي شاويل صافي أنا مشيش بيع السيم خاطر الوليد 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 كازا هو دارانيس الأوباش بسم الله الرحمن الرحيم جوزنا هاد اليومين واحد موجة من البشر من جميع أنحاء المغرب من القصير من العائلات من الاطفال الصغارين من الرضع من كل شيء مشمعوا هذيك في التواصل الاجتماعي سمحوا بان السبته معبر الحدودي مفتوح كل شيء التجا لمدينه طنجه راه كيفاش عانت مدينه طنجه بكوس وقوس باش تشوفوا هذوك الوالدين صغار جاو هنا كاين طنجه كيف تشوا على الابناء ديالهم قصيرين راه الله يحسن العون راه واحد كارثه عظمى فهمتيني بان تجبر بان الام كتجي كتبكي هنايا كتفتش على بنتها ولا حتى على بنتها عندها 13 عام 12 عام بانه كازو كاملين بهم راحوا معبر سبته راه هادشي هذا شان لا حول ولا قوه الا بالله دابا حنا راحنا محطه قطر حنا بصفتي سائق سيارات اجره راه البارح راه كانوا كيجوا عندنا هنايا القصيرين واطفال صغارين راه ما كنبغيوش نطلعوهم في سيارات اجره نوديهم راه كاملين كنا كنرجعوهم ودابا اليوم راه رجع الامن راه بدا كلشي كيلتجا كلشي كيرجعوا للمدينه ديالو وهادشي هذا راه ما تثقوش في مواقع التواصل الاجتماعي وما تثقوش في هذيك الشيء اخبار زائفه تشوفوا هادشي هذا هذه موجة عابره وما تثقوش في هادشي الطريق راه الطريق راه جنقول لكم راه الطريق راه كاين الناس راه حنا ملي كنا طالعين في الطريق راه جبنا الناس تمشي على رجلها راه ضربه 80 90 ديال الكيلومتر على رجلها من مدينه طنجه وراجعين 90 ديال الكيلومتر على رجلها راه الدراري راه كيموتوا بالجوع راه ما عندهم لا ماكولات لا الماء لا شرب لا وسائل باش يتنقل والطريق كامله راه كاينه البراجات البوليس راه كنقول لك كو خمسة كيلومتر كتجبر الدرك الملكي كتجبر الشرطه كتجبر كل شيء راه كنقول من مرة هذا فبراير راه ما تجيوش لطنجه راه ما كاين والو يبقاو في بويوز ديالكم بقاو مع الاهل ديالكم خمسة الكوميرا خمسة عاد خلص صحة بحالك والله كاين شي
فبراير كان في فبراير جاري في فبراير صافي ما قال حتى شي حاجه اللعيبه صاحبي والو يلا صافي شويه الكام شويه عليك شباب شويه لا طيح شويه السلامه ديالك هي الاولى شويه شد شد عاودوا ساعدوا 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 عندك تحمد عندك لا لا بابا هبا الله يا اخا ما تصورش زعما اخويا جيت من بوجنيبه حدا اخر يبكى فاش جيت جينا خويا في الكار وجينا خويا في التيكيت جينا خويا ما صناش التيكيت اخويا مشينا خويا ركبنا في الكوفر لتحت اخويا على بزز باشي طالعنا مشينا 200 درهم شحال دزنا اخويا وصلنا هنايا اخويا معاك العشرة ديال الصباح شدينا خويا طريقنا هي السبشه في الاول ما خليناش دخلوا كاين اخويا العصا فهمتي كيفاش في الاول الدراري خليت الدراري ليا وانا مشيت صبحت ديت معايا حل البيدو ودخلت السبشه ما يلقطونا لا ماري وما خرجونا هادشي اللي كاين اخويا ضربوكم لما ضربوناش كدو ما تعداوش عليا انا اخويا ديك الدراري اللي دخلوا معايا ما تعداوش عليهم خرجونا صافي خرجنا اخويا رجعنا حنا باقي راجعين حتى العشيه ونعاودوا نرجعوا عاوتاني جيت من كازا در سلطان جينا في كار 150 جينا اخويا هنا بغينا نحرقوا اخويا ما خلاو بقاو تتعداو علينا بقاو يسير هذاك كليموجين ديال مسير الدموع بقاو تينيشوا علينا التينين سجيك في ودنك هادي جينا حنا كار ديال الرجاويين ايكز حاكم العالم جينا خويا هنايا تعدوا علينا الدولة رزقنا قلت نطلب من جهة الملكي يرخفها علاش علاش تبغي تهجر شنو خويا البلاد ما عطاتنا والو هادي شدير هنا تمشي الحبس والله ما تجينا تمشي لبرا تصافي والديك هادشي اللي كاين اخويا لو كان تتاح لك فرصة أخرى تمشي نمشي نمشي اخويا نصافي والدي تعرف فوق راس شنو نديرو مع دولة ما خلاتش عدوا علينا اخويا مابقاوش يضربونا واحد فرقعوا لي راسي البارح افارقي كاع ما تيدووا معاهم عاش افارق عاش افارقه ما تدوش معاهم وحنا معدين علينا خويا خاص نديروا معانا الشاول ولا غنطيح شي روح هنا دخلت دخلت نسبسب البارح دخلت البارح قطعتها بالعوم كوارد يا سيف الكرفونه شبرونا خرجونا عاود عاود اليوم بغينا ندخلوا بقاو علي بقاو علينا مسيلات الدوم بقاو علينا التينيس عاود سبتها وعاود لهدي يوم السالم تيضربوا خوتنا المغاربه هما بيدهم خوتنا تيضربوا بنادم تعداو على بنادم تدوا له التليفونات تيكريسيو تيضربوا بنادم الوجه تيضربوا بنادم بالقرطاس دريت بريسيمبي هادو واش نقول لك اخويا حنايا هنايا صامد ونحرقوا نحرقوا باش ما بغاو الخوه ديالنا وسبت... لا شوف الرجوله يا سبته ديالنا ولكن حنايا الارض ما بقاوش فيها ويفهموا الدوله ان هذيك ان هذيك اللي كانوا مفرقين هذا عروبي هذا الجبلي هذاك ما بقيناش هذيك عيقنا حنا عيقنا كاملين مغاربه وكاملين ناقشين بحالنا كاملين مغاربه وكاملين ناقشين بحالنا الحمد لله وخويا حنا جايين هنايا حنا جايين مفوجين والله الا جينا حنا فوجنا معاهم وشنا معاهم هاد الارض السعيده وشنا شي مناظر عاوتاني شنا شي مناظر لا اله الله محمد رسول الله انا دخلت وخرجت دخلت تما وخرجت انا دخلت كان تعامل هماجي خويا تعامل غوارديولا الله يعمر هذا ولكن تعامل شويه بكي ضربوا فيزيات شي دراري تاذاو شي دراري بقاو فينا دله وشكرا خويا المهم غادي ان شاء الله كامل كلشي غيحرق غيمشيو الشباب غيبقاو معهم الشياب غنقول لك غيشوفوا معنا حلقه اخيره خويا بغا نمشي نعيشوا مع دوك الناس عيشونا
بليلي الله وصافق وحق الله. اما السويد تعدوا علينا هاد الناس شكرفصونا عطاونا العصا خويا دخلنا جوج مرات ورجعونا شبغاو عندنا خويا. حنا بغينا نعيشوا مع الصباليون اخويا بغينا نديروا جنسيه ونجيبوها كاورين. تكرفصنا قعدنا بالجوع كلينا العصا وكلنا العصا الحمد لله. المهم ما تفكيناش حنا بغينا نرجعوا للخدمه ديالنا كما كنخدموا شحال هادي. كنا كنخدموا السلعه كنا معيشين ولادنا فهمتي ونصيفطوا الوالدين ديالنا وعندنا الدراري وهذا الشعب ديالنا مسكين فهمتي كيتعذب كيتهرسوا كيموتوا الدراري الصغار كيمشيو ينتحروا عند اسبانيول كيقتلوهم كيضربوهم سبتاوه كيتعداو عليهم. حنا طالبين من سيدنا الحبيب يعملنا شي قانون زوين. ايوا وسيدي السلام عليكم. طالبين من سيدنا يعملنا شي خدمه يدبر علينا ما يخليناش حنا ضايعين هيدا ديما. حنا جينا من الشاون. لا انا فايت لي كنت خدامه هنايا من شفت الناس كيدخلوا قلت صحابي راه طلقوا الخدمه باش جيت. ملي جيت لقيت التعدو والتكرفيس والناس هنايا كاسياخو كانوا عايشين من هنا من سبته. حنا كاملين كنا عايشين من هنايا ودابا اسبانيول كيتحقروا علينا. حنا طالبين من سيدنا يعملنا شي خدمه او اللي يشوفنا مع هاد الناس يعوضنا داكشي ديالنا حنا اللي تعذبنا فيه ويتعي مع هاد الشباب هادو ضايعين كيدخلوا لتما كيتكرفصوا عليهم شوما. حنا طالبين من سيدنا محمد السادس وعاش محمد السادس. طايح شي واحد هيك
خويا انا ولد وجده نسكن في حي النصر وكذا، وهذا جاي عندي من الجزائر فهمت، جاي عندي بغى يدبر على روحه وكذا، حتى هو راه مدمر هكذا. انت جيتي من الجزائر؟ عاود عمر راني جيت هذه يقول شي 3 سنين بحال هكا فهمت كيفاش. المهم يا هذيك جيت هنايا عند الدري صاحبي الوجده، راني مريح معاه في داره، هذيك انا كنت مريح في الحوم، جاو عندي شي دراري صحابي فهمت برك، قال لي يلا تطلع معانا تحوس فهمت. قلت لهم وين راكم رايحين؟ قال لي راني رايح رايح لسبته. قلت لهم واش الدعوه راها زينه؟ قال لي لا راه غايه والله الا الدعوه مليحه مريقله فهمت كيفاش. هي هذيك مهم مشيت هذيك بعت تليفوني وكذا، مشيت للحومه فتح على الدري جريته معايا، هي هذيك جبناها في المحطه فهمت كيفاش، جبناها في المحطه هي هذيك هودنا المحطة من باش يقطعوا لنا طنج. تشوف هاد البوليس هادو ما يبغوناش كاع الخير، هادو الكاميرا واش كراهم دايرين فهمتش كيفاش. هي هذيك مهم قطعوا لنا المكناس، المكناس عاود ثاني قطعنا الوراق وجاو هودونا زرزرونا، ولينا عاود ثاني قطعوا ولينا قطعنا ولا عاود ثاني زرزرونا فهمتش كيفاش. المهم عذبون ديال الصح. هي هذيك طلعنا لاكار الصباح قطعنا وكذا، يدخل واحد يعملك بواحد الطريقه كاع ما صالحاش عنصريين، هي إيه هذيك بقاو يسبوا فينا وكذا بحال ما راهي حال. خويا كنت عايش انا كنت عايش في مليالي انا والدرج امي، هذا راه مردينها هذا راه مردينها فهمت. طول 3 سنين ما يدخلش كان عايش في مالاك. انا كنت عايش في مليالي هي هذيك واحد العام ونص ولا وخرجت، هي إيه هذيك جينا كنا مريحين مع الدري صاحبنا وصافي رانا ولينا هنا. كيفاش دخلتي للمغرب؟ المغرب حنا عندنا البلاد في جوج بغا فهمت، بلاد وجده في بلاد الملح، من تما عندنا مين ندخل فهمت كيفاش. دخلت غير من تما شي لافامي نعرفهم وكذا دخلون. يا هذيك جيت للحومه عند الدراري هذا حكيت له الاسطوار وكذا، مسكر رحب بي وصافي. يا هذيك بقينا تما نتلفوا مع ذوك وجاده وكذا، راه غادي الحياه اخويا واش غادي دير؟ راه حنا باغيين الغربه اخويا. قلتي قبيله دخلتي لمليليه، كنت في مليليه وهلي. انت كنتي في مليليه؟ خويا كنت في مليليه مشيت طلعت درك شوف انا نحكي لك لالو فهمت، انا ما عندي لا والدي لا والو فهمت كيفاش. كان مهم الوالد تزوج فهمت، يا هذيك جبتها في وجده عند الصادق فهمت. يا هذيك طلعت 2016 طلعت الريسكي وكذا. المهم الضربه الاولى ما حنش الله تلاقيت مع الاخ تعرفنا وكذا، شبطنا دخلنا انا وياه في واحد الريمورك. المهم ربي سهل هي هذيك، بقينا نقراو تما في السنتر والتهليه تهلاو فيك يعطيوك تاكل القص. المهم حتى حاجه ما تخصك. يا هذيك الدري صاحبي جابها في الغربه معاك، حتى هو اللي كنت معاشر معاه صافي. يا هذيك كرهت وكذا وجيت خارج صافي، ما زدت تحوست كاع في الريسك حتى فات شي عامين ولا بحال هكا. حتى جيت اليوم قلت للدري قلت له يلاه نطلعو ندبرو على راسنا صافي. يا هذيك رانا جايين ان شاء الله نتمناو ديك البلاد، نتمناو ديك البلاد كما قال الصديق. حنا نتسناو غير يطيح البشر، حنا نعرفو نعوم، غادي نقطعوها ان شاء الله. جيبوها كاع ما تخافش علينا. واش غادي نقول لك الصديق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كتسمى ردوا على راسنا واللي كتحسبوها بحال ردوتو هانتوما كما كتشوفوا. تحيه الصحافه بعدك، تحيه لكل صحفي اللي كيبغي يحاول يقرب الموضوع ويقرب من بزاف الحاجات. و واش غنقول لك، ناحيه هاد المساله اللي واقعه
كما كتشوفوا الناس وقعت واحد المشكل بسيط مع الناس كبارين باش وقع هذه الحاله اللي كتشوفوها كامله. ويعني سمع بنادم حرك كلشي خصو يحرك، يعني هذه ماشي ارض الحرك. اذا كنت سمعتي الحرك، اذا كنت عاقل، اذا كنت مطوى كنت تضرب، اذا فتحوا لك بحال كنت تضرب من هنا للهير. سبتها ما عندك ما دارتك، سبتها قجر لوقيت سيطوان كبيره عليا، فهمتي؟ ما يقدرش يوكلوا كلشي. هذه اول حاجه، يعني كانت دخلت واحد الفئه قدر يعتقوهم بالحق. كلشي خصو يفكوه، كلشي خصو يحلوه. اش غنقول لك؟ يعني انا واحد انسان من 2016 مغرب مع الناس هذوما. يعني اش غنقول لك؟ 2016 تقول سايف سبته، 17 فوسط خزيرات، 2018 فوسط برشلونه، فهمتي؟ يعني انت هنا كتشوف كما عامين وانا هنا مشيه في المغرب وانا صابر. اللي جات الدفعه هذه اقسم بالله مشي هوت باش نحرك، هاود باش نخوي قلبي في وجه على راسي. عامين وانا مضغوط هنا، اللي هاود انت كتشوف كاين حالات بائسه. الجمعيات اللي كاينين تما قلايل، ما قدروش يعاونوا كل شيء. علاش؟ هذا المشكل اللي وقع جعل الشعب المغربي كامل يهود. كيفاش ياكلوا هذيك الارض كامله؟ يعني وثاني حاجه كتسمى هاد العامين، انتم كتعرفوا كيش دازت عامين كورونا وكوفيد 19، يعني حالات بائسه كاينه. يعني حتى هذيك الارضيه السبتاسي، يعني اش غنقول لك، كان تاهما كانت عليهم الازمه كما كانت علينا حنايا هنا كلشي، فهمتي؟ تاهما كانت عليهم حاله طوارئ، حاله كلشي. يعني عليا حتى الناس اللي كانوا عايشين فيها ما كاينينش، حتى الناس اللي كانوا كيروجوها الناس الخارج اللي كانوا كيروجوا من المساله ما كاينينش. يعني اول حركه اش غنقول لك 2016، اول مره نعدلها واول مره نعمل باسبور كتسمى قصد بات سبته. يعني اول مره اش غنقول لك، يعني تلاقيت واحد الناس كانوا عدلوا فيا الخير، ما نكذبش عليكم، وحاولت نهضر معاهم في الموضوع. قالوا لي دابا غدا نعدلوا لك الباسبور. تعدل لي الباسبور اقسم بالله اخوتي، اول دخله واول ضربه وش غنقول لك، جابت في التمام. مرضى الوالدين ورضى الله اخويا ديالي. يعني اش غنقول لك، اول ضربه كانت عندي في البراج الثاني، البراج الثالث جبت كورده قدامي اخوتي، كورده طلعت لها كان فرفر. انت كتشوف اذا كنت مسانس في بلاد محجر كتما تقدر تجيبها هي بالعقل. يعني الضربه الاولى اش غنقول لك، رجعت به في حصه فوز باركون، ضربت جبتها مربوحه، ولكن انت كتشوف قضيه حمطات عليا. الضربه الثانيه انت كتشوف كانت عندي فوز رموكه من الباراج الثاني، او خصك الضرب اخوتي، خصك الضرب ماشي ولكن كانت جرا، كاين سكانر، كان كلشي كتسمى اش غنقول لك. يعني اذا خصك تجيبها يعني بنادم يكون شي معك، يعني ضرب راسك، يعني وكل واحد يضرب لها راسه. يعني اش غنقول لك، يعني ضربت وجبتها مربوحه ماشي ولكن خسرتها من فوقي. يعني ما عرفتش شنو داير من فوقي، ما كاينش اللي ساقب لي، ما كاينش الجمعيات اللي ساقبوا اللي يدافعوا عليك. يعني واخا كيهبطوا عليك كورتا سيفي ولا لوكال ولا ناسيونال، كيهبطوا عليك هادو كيساقسيوها، كتجبر ما تقول لهم ما عندك لا ورقه لا جوج. لو كانوا الجمعيات كيسبقوك ولا لا، لو كنت ماجور لا مينور ما كاين حتى حال. يعني اللي كيسبقوك سترا خيريه بف، اذا كنت في المغرب يهبطوك نيشان. الناحيه المينور اخوتي، يعني حاليا هذه الحاله اللي وقعت وهذا المشكل اللي وقع صعيب. يعني المينور المينوروس كيرجعوها، يعني الناس عامره. انا قلت لك السنتر المينوريس عامر، الماجوريس عامرين، السيتي عامره. يعني هادوك واخا عمرهم اي باش ينفسوا لبعضهم في وسط المدينه، خصك تعرف. ومن بعد كيخرجوهم، يقدر يعتقوك في ديك الدقيقه، يوكلوك يشربوك في ديك الدقيقه، ولكن ما يعيشوكش معاهم يوميا. يعني على من ماجي، خصك تزيد تخدم، خصك تعمل. والناس كاين اللي تخدم بالحق، كاين النص كبر كيجي خصو يسرق الناس، خصو يتبار، خصو يعمل، خصو يعمل. كيفكر بالعكس، كيفكر شي مزيان يا خو. كان اللي جبره واجده زاد كيخسرني يا خو، اللي باقي ما جبراشي، باقي كيعز الزنقه يا خو. فوز سنترو كيوكلوا شربوا، كيعاود عندي يا خو، باقي في الزنقه ما دبرش، كيمشي يديلو اللي عنده، كيسعى يدبر راسو. علاش؟ ها علاش؟ ماشي خاك، انت كنت في ديك المنظر، انت كنت في ديك المحيط، ديك الحياه اللي كنت فيها، ديك الدرجه اللي كنت فيها، فهمتي؟ يعني طلعتي من الدرجه الثانيه صدقتي انت كتغلب على الدرجه الاولى. ما خصكش تكون هيدا، خصك يعني تعاون. شتي خوتك هيدا خصك تعاون معاهم، اللي عندك عطيه لهم. علاش؟ سينا قبلوك وعندك وقت معاهم، خصك تعاون مع المنورش، مع مخير اللي في وسط الشارع. يعني النصراني النصارى كيتعاونوا معايا خلي اللي في الزنقه، اللي انت هو في دم واحد وقبلوا عليك وساقبلوك وعندك الوراق ديالك، وصدقتي كتضغط على يا خو اللي هو في حالك نص الطريق دو السيله. يعني اش غنقول لك؟
بحال بحال في هذه الحاله اخوتي يعني ناحيه المينوريس او ما كيرجعوهم ناحيه افريكا كيرجعوهم يعني يعني قبلوا اكثر من القياس ساق يعني استقبلوا عباد الله اكثر من القياس يعني داو لي داو بغاو لي بغاو يعني ماشي يدو كل شيء اخوتي يعني شويه هيدا شويه هيدا هادشي اللي نقدر نقول لكم اخوتي حاليا والله العظيم اخوتي ني عنده شي موطع يطلع يرتاح له دابا يعني صافي يعني قررت تعدل مع الدوله تفهموا وحلوا المشكل يعني صافي اخوتي يعني بقى واحد المشكل الرؤساء الكبار يعني صافي تحل يعني ما عندك ما تقول يعني اللي عنده شي موطع ارجع له اخوتي لا مينور ولا ماجور ولا والو اذا بغيتي تكون صحتك هي هذه. السلام عليكم، انا من مدينه تطوان. انا دخلت البارح بيت دخلت في مع المغرب دنت عليا المغرب في مدينه في المضيق يعني في الرين كنت دنت عليا المغرب جيت دخلت سبت الدراري كيدخلوا دخلت معاهم بيت في سبته ملي دخلت في سبته المغاربه ديالنا عاملونا مزيان بخير كلشي هو هذاك الحمد لله يعني والنصارى عاملونا باقبح معامله والله العظيم باقبح معامله كيحسبك بحال كلب حاشاك والله العظيم كيحسبك بحال كلب يعني كدور مع الزنقه ديالو ولا شي حاجه هيدا. اما المغاربه ديالنا كرموا بينا يعني وعطونا يعني الفلوس باش نشريو يعني باش نتغداو باش نتعشاو يعني هما اللي تعاملوا معنا. اما النصارى كيشوفونا بشوفه ناقصه باش كيشوفونا شوفه ناقصه عاود انا صافي انا شفت ما ساويه والو رجعت فحالي صافي رجعت يعني بغيت نحرق يعني كنشوف الدوله ديالنا يعني زيرو والله العظيم كتشوف يعني فيما مشيت قرا يعني هذا العام هذا عام كامل ما قريت فيه حتى شي ماده والله العظيم يعني ما قريناش هذا العام هذا داز خاوي ما يجي يعطيك الامتحانات ما عطي ما دعملو في الورقه والديك ما فهمتيش فيهم اللي واش ماشي نقول لك الخاوه ديالي يعني الوالدين يعني بقاو فينا ولكن كتشوف راسك يعني هما كاينين الوالدين وكيقولوا لولادهم سيروا الله يسهل عليكم هما بيدهم يعني كيسجعوه انا يعني الوالده ديالي بدات كتصون عليا كتقول لي يا ابني ما خصني حتى شي حاجه من الفلوس ديالك يرجع في حاله ما خصني حتى شي حاجه وملي دخلنا تماك ملي رجعنا كنت قلت لهم انا صافي ارجع في حالي شبرونا يعني حال بلعبينا الدراري شبرونا يعني جمعونا في واحد البلاصه هاد البلاصه وجلسونا فيها جمعونا بزاف بينا وملي ملي كنا خارجين فتحوا لنا الباب يعني قالوا لنا لو خرجوا فحكم دغيا فتحوا لنا الباب وطلقوا علينا ديك المسيلة الدمع طلقوها علينا باش كيتسمى باش ما بقاش الدوار من موراك يعني النصارى هما اللي عملوا لنا الشيء هذا. السلام عليكم، كنشكر الاذاعه ديال الفبرايل بعد على هذه الاستضافه هذه باش نقول لكم على الاوضاع الكارثيه اللي وقعت في مدينه الفنيدق يعني واحد الاوضاع كارثيه جدا اللي لا توصف ولا ميني واخا تعيا تعبر داكشي اللي في القلب راه ما غيخرجش شي. بالنسبه لهذه المهزله اللي عمل المملكه المغربيه اللي كتسمى هنا لعبه سياسيه اللي بين المغرب واسبانيا، هادشي اللي واقع حاليا اخوتي هادشي راه غير مصالح ديالهم يعني كانت واحد الميزانيه اللي كتخرج ديال حراسه الحدود اللي كان معروفه اللي كتجي من طرف الاتحاد الاوروبي على ما كنسمعوا قالت لك حبسوا هادو ما عنديش 3 شهور ولا 4 شهور اللي ما باش حبسوها لهم وفهمتي والمغرب دارت هذه النقطه بان بحال تهديد يعني الا ما خلصناش راه ما غنحرسوا وحيدوا المخزن باش خلاو الناس يدخلوا دخلوا واحد 300 ولا 400 اللي دخلوا يعني استضفوا من ساره وعطاوهم داوهم ديال المراكز اللجوء وكاين اللي داوها للخيريه الصغار ومن بعد يعني شدوا داك الشيء ملي شدوا المغرب كيدخلوهم انصاره كيخرجوهم يعني كيفتحوا لك الباب من هنا وكيخرجوك من هنا يعني كيضحكوا كيستهزوا على المواطن صاحبي واللي كنلاحظوا بانه المواطن المغربي اللي مساوي عند الدوله مساوي حتى حاجه مساوي والو صاحبي كيلعبوا بالمواطن كما بغاو يعني كيخليوك تموت في البحر. كاين الناس اللي مشاو مساكن بالاطفال الصغار وكاين بالعائلات وكاين اللي مشاو بقاو مشردين تما في سبته اللي دخلوا بقاو مسيبين ناعسين هما فاسقين دخلوا في البحر بقاو مسيبين تما في سبته ما عندهم فين يمشي ما عندهم لا عائله لا والو هما تما ناعسين دابا خصهم يخرجوا هما كيخرجوا كيفتحوا لهم الباب باش يخرجوهم. وحنا كنطلبوا بالبديل لهذه المدينه الفنيدق بديل اقتصادي اللي غادي يخدموا فيه الناس فين غتخدم الناس فين غادي تعيش في الوطن ديالها. انا ما خصنا بغربه سيدي ما خصنا ما نمشيو من الغربه ما عندنا ما نعمل بالغربه الا كانت البلاد ديالنا غادي يحقونا داكشي اللي بغينا حنايا نعملوا مستقبل هنايا يفتحوا لنا معامل يفتحوا لنا شارب واخا ما كنطلبوش فلوس كثيره كنطلبوا غير 100 درهم باش نعيشوا 120 درهم باش يعيش المواطن المغربي يعيش في بلاده مزيان ويكون حقوق ديالو كامل يعني الواجبات ديالو. المهم ما خصنا بغربه الغربه غتمشي تكرفص فعلا غتمشي تكرفص تما. دابا الناس كيهربوا حيت ما كاينش هنا فين يخدموا الناس كتموت بالجوع ما عندها فين تاكل كيلو ديال السردين ما عندهاش فين تاكل فهمتي كيفاش. وكنطلبوا ان شاء الله بالحلول الاقتصاديه العاجله لهذه المدينه وهذه المدينه راه مشات من بعد ما كانت نواره
كان كل مواطن هنايا عايش مزيان بخير. ودابا ولينا الناس ولات كتسعى، الناس ولات كتبيع حوايجها، الناس ولات مكرفصه. وهذا السبب اللي كيجيو مثلا من الدول المغربيه من طنجه للكويره اللي كيجيو كيقول لك راه فاتح الحدود، اخوتي والله ما كاين لا فاتح الحدود لا والو، راه غاجي كيضرب تماره ثلاث ايام ديال الطريق، ربع ايام كيجي مسكين بالجوع بالبرد، وهذه كيوصل هنايا كيفتحوا له المغاربه من النصاره كيردوا من لهيه، يعني غير كيضرب تماره على خلاها. وهذا الشيء اللي كنبغي نوصل المثال للمسؤولين اللي غادي يشوفوا بعين الاعتبار نهاد الشباب مساكن اللي غادي يعملوا لهم حلول في هاد البلاد هادو، يخدموا في بلادهم، ما عنده علاش انسان يمشي يتكرفص تما ويتمتع يتمرد بزاف يعني. وهذا الشيء والسلام. خويا اش غنقول لك، يعني التجاره صافي وقفات، ما اغلقت حتى يعني الناس مابقاوش كيدخلوا، حنا كنا محركين مع الداخل، يعني الداخل كيجيو على حساب الناس كيلقاو هنا يعني الاشياء باثمنه مناسبه. دابا كلشي رجع طالع، يعني كلشي رجع كيتعشر، ما بقى والو، يعني بنادم مابقاش كيجي كيستيخو حتى كتشوف كيما سدوا هذا المعبر هذا، يعني ما بقى والو، ما بقاوش الناس كيجيو عندنا باش كيتقداو. يعني حنا ما حنا مدينه صغيره، يعني الا ما دخلش البراني ما غناكلو ما غنشربو معاهم، فهمتي؟ داكشي علاش اننا خصنا ضروري يفتحوا لنا معبر سبته ولا يشوفوا لنا شي حل لهذا المدينه هذه. السلعه اكثر ديال كتكون عندنا كانت عندنا مخبعه في الخزين وصافي، يعني اللي عنده شي كونتيتي كيخرجوا، يعني قليل. دابا السلعه كتدخل مع 10، يعني ثلاث دخلات كتدخل بواحد الثمن اللي غالي بزاف، ما يعني ما يمكنش بنادم انه يقدر يشريها، يقدر يشريها من بلاصته يبقى تما ويشريها احسن له ما يجي هنايا يبقى ضارب الطريق وكذا باش يشري هو، ويشريها غادي اكثر من زايده ثمن على الناس اللي على المدينه ديالو اللي فيها هو. الحركه التجاريه كما كتعرفوا حال منهاره بزاف، لان نظرا لاغلاق معبر باب سبته كان هو السبب الاول، والطبق يعني القدره الشرائيه انهارت بصفه نهائيه. انت كتشوف الحاله ظاهره دابا كامله، الناس السوق كتشوفه فارغ نهائيا، لا الناس دخلاء على اللي غيجيو للمفنيدق ما كيجي حتى شي واحد حاليا. لا باب سبته مغلق هذه مده اكثر من سنه وزياده، قبل كورونا هو مغلق، يعني ما كتدخل حتى شي حاجه الا اللي كيدخل عن طريق المرسى ديال طنجه ميد، والدخول تما راه كتعرف الا الانسان اللي متمكن، انسان عادي ما يمكن له شي، انسان بسيط ما يمكن له شي انه توفر له الامكانيات باش يكون عنده واحد القدره باش يدخل للحشور. الاوضاع ما باقا كما كانت، كما كانت في الاول باقا، ما كاينه لا تجاره لا حتى شي حاجه، غير الراحه وصافي. انت كتشوف السوق قاوي كيشطب زيني، وبيع وشرا الاخر الكسوه المستعمله. المستعمله باقي كتدخل من سبته ولا منين كتجي؟ لا والو، ما كتدخلش من سبته، كتدخل على المرسى وصافي، تعشر السلعه وصافي، ما كتدخلش كنعشر وصافي. الاثمنه طالعه شويه على حسب الكيلو، من الكيلو 100 درهم 120 درهم على حسب انت وصاحبك شحال ما تلاقيتي معاه. ضروري عندهم ما يضروا، كل واحد كيقول يا راسي راسي، ضروري عاد الضر بزز منه يضر. كاين اللي يشدوا ماشي يضروا، شدوا بزاف، كاين الدراري شدوا ثنايا الروينه، كاين الدراري هنا اللي عندهم الحوانت ديالهم هما اللي باقين، اما اللي كاري شد مش حال هادي. سوق المسيره راه خوات فيها تقريبا شي 250 ولا 300 حانوت ولا 400، دابا باقي كيدخل على الطرابو بزاف، هو اللي كيدخل البال. صافي هو هذا، انا خرجت انا 10 سنين في هذا الموطا هذه، جا المخزن هي حيدنا البيج، جا المخزن هي الطوطيه، قلنا نحرقوا نسن سبانيا ندخلنا نسبتها، جراو علينا عطاونا الداق، هيا خرجونا دابا عاود هيا بغينا نفرشوا، ما والو ما كاين لا بيع ولا حتى حاجه. انت كتشوف هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كنقدم لبنادم. باينه التجاره، وانا هاي كنقول لك شهر ونص ما خدمتش مره، باينه التجاره كاين شي تجاره، شهر ونص ما خدمنا ما حتى حاجه صافي.
راه هنا حنا مضرورين، راه هادي عامين وحنا مضرورين، راه ما كاين خدمه، ما كاين حتى شي حاجه. راه كنا خدامين معاهم في البلديه، خدمنا معاهم 8 شهور جراو علينا، خدمنا 8 شهور في ديك كوفيد، قال لك كوفيد سالع حيدونا بلا حتى شي حاجه. شرينا حكا الروسه ودابا مبغاوش يدونا حتى الرخصه، خصنا ندخلوا لا غدا باش نخدموا على راسنا. راه الوالد ديالي توفى لي بكوفيد، توفى لي في شهر 9، وانا اللي خدام على خوتي، راه ربعه العزاله حتى شي واحد ما خدام. راه ما كرهناش شي حل، خصنا شي حل، راه حنا ضايعين هنايا. تشوفوا لنا الحل، الله يرحم الوالدين. ما داروا والو، ما شافوا، ما داروا معنا والو، يعني ما كاين والو. ما يعني الناس ما بحال اللي ما مسوقينش، المدينه هذه ما مسوق لها حتى شي واحد. ما كاينش بنادم، يعني ما كاينش اللي كيهضر عليها، ما كاين، كلشي ساكت. حتى كتشوف الفوضى نهضت هذه الايام هذه، الناس باقا تحرق بولادها يعني طرد اللحم. كتشوف السيد في عمره 15 يوم غادي يحرق، وهزه يما في يد التربيه غادي يحرق، وحارقه بيما، يعني راه باينه البلاد صافي، ما بقى فيها والو. لان كيقلب دابا على الهجره، يعني راه تقريبا 7000 ولا 8000 واحد اللي دخلت البارح، كاين اللي رجع منهم، كاين اللي بقى. بنادم يعني هنايا بعدا بنادم كيموت بالجوع، هنايا بنادم يعني كاين واحد الحقره اللي على ما نقدرش نوصفها لك، يعني بزاف. راه وصلنا لواحد واحد الدرجه اننا ما بنادم ما كيقدرش يعيش هنا. بنادم يعني رجع كيتاجر في داكشي اللي ما كاين اللي في المحرمات باش يقدر انه يعيش. نهائيا كاين شي حلول ترقيعيه، اجتماعات هيدا في العماله، ما كاين حتى شي نتائج ملموسه اللي تعاد بالنفع على التساكين هنا. هذا المقترح هذا ربما تكون عنده نتائج من بعد، ولكن احنا كنشوفوا على حاليا على المدى القصير والمدى المتوسط ما كاين حتى شي نتائج. طبقه التجار كتعاني بزاف، وما كاين حتى شي دعم ولا حتى شي اهتمام، وحتى شي مبادره انهم يناقشوا معهم. ربما كتكون اجتماعات كيناقشوا مع بعض الرؤوس، يعني ماشي كيمثلوا 5% ولا 2% من التجار، ولكن الطبقه الاخرى كلها ما كتعاني صمت. ما دارت والو الحكومه، ما دارت حتى شي حاجه. العثماني زيرو. انت كتشوف الديوانه شنو واقع فيها دابا، هجره سريه روينه، فتحوا لهم في الاخر شدوا لهم. ها البارح وقعت الروينه هنا في جهه الديوانه المعبر باب سبته، وقعت الروينه تماك، الدراري كيضربوا بالحجار. السميات واحد اخويا، كنشوفوا حتى شي واحد ما خدام. يعني هاد السميات واحد، لكان السميات واحد لكان الحركه تحركت شويه. شي قليل وصافي، خدموا غير خدموا واحد 200 250 هادشي اللي خدموا. وخصهم يشوفوا لهاد المنطقه، هذه المنطقه ضرت بزاف 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 ضرت. خصهم يشوفوا لهاد المنطقه هذه اللي حسن العون، راه الناس كتخلص من الجيب ديالها دابا، ماشي لا حسن العون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.